يا ولد تعد البلدة القديمة في القدس من أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان، حيث يقطنها نحو 40,000 نسمة في مساحة لا تتجاوز كيلو متراً مربعاً واحداً. وهذه الكثافة السكانية العالية في منطقة صغيرة جداً مع وجود مباني تاريخية وأزقة ضيقة تجعل من توفير مساحات خضراء أمراً بالغ الصعوبة. فالبلدة القديمة تشتهر بمعالمها الدينية والأثرية التي تملأها، إلا أنها تفتقر وبشدة إلى الحدائق العامة أو المتنزهات التي تتيح للسكان الاستمتاع بالطبيعة أو ممارسة الأنشطة الترفيهية، باستثناء المساجد الأكبر وهو المسجد الأقصى المبارك وبعض النوادي والمساحات العامة. وفي منطقة تعاني من ازدحام بهذا الحجم، يبرز غياب المساحات الخضراء كمشكلة حقيقية تؤثر على نوعية الحياة اليومية للسكان، فالأطفال والشباب يفتقرون إلى أماكن آمنة للعب، والعائلات لا تجد متنفساً للراحة أو الترفيه. أما الساحات العامة المحدودة فهي غالباً ما تكون مخصصة للتجمعات الدينية والسياحية، ما يجعلها غير ملائمة لتلبية احتياجات السكان المحليين. ويمكننا أن نحسن الوضع في البلدة القديمة من خلال إيجاد حلول مبدعة تراعي حاجة السكان لمساحات خضراء. على سبيل المثال، يمكن استغلال الأسطح لإنشاء حدائق صغيرة، أو حتى تحويل بعض الساحات الصغيرة غير المستخدمة إلى مساحات خضراء. وهذه الحلول ليست مستحيلة، ولكنها تحتاج تنسيقاً بين الجهات المسؤولة وبين سكان البلدة القديمة من أجل تحسين البيئة المعيشية وضمان مستقبل أفضل لكل الأجيال القادمة.